حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما تبينت لي كذابته هممت أي والله أن أسل سيفي فأضرب عنقه حتى تذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. حدثنا ابن نمير حدثنا عيسى القاري أبو عمر حدثني السدي عن رفاعة القدباني قال دخلت على المختار قال فألقى لي وسادة وقال لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لا ألقيت هلاك قال فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثني به أخي عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن إن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء.